السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا شروة أحذية ديزني ماركات أصلية، بيع كل الكمية 500 زوج، الزوج $3.50. الأحذية هي سبورت رياضي لكن موديلات مو كاملة ولا قياسات كاملة، يعني الشروة مكسرة، جودة عالية، الزوج $3.50، قياسات من 26 إلى 37، كلها رياضي، جودة عالية، بضاعة كلها توب وكلها تجي بكراتين مثل ما تشوف هاي العلب مالتها. ليش شوف التفاصيل مال الحذاء شلون حلوه، احذيه صراحه توب وكلها ماركات اصليه، 500 زوج بيع كل الكميه، الزوج $3.50. طبعا مثل ما تشوفون الاحذيه الماركات تجي اياها حقيبه، تجي اياها تفاصيلها كامله، هاي كلها كراتينها، يعني تجي تفتح الكراتين مجموعة موديلات. بسم الله شوفوها، كلش حلوة ككواليتي، جودة، شكل، طبعا خالية من أي مشاكل، أنا قبل التصوير أصلا فحصتها وتأكدت من عندها. شوفون روعة، بح هذا مال بنوتات شلون حلو، ميكي الشغل مالته بالذهبي، هذا مرتب كلش. طبعا قياسات مختلط، يعني هسه هذا الكرتون جابه عليه مختلط قياسات، بي 27 بي 33 بي 32، يعني هي شروة مكسرة، لكن هسه هذا الموديل مثلا لقيت يعني قياساته موجود، انا اسميها مكسره مو ستاندر. ليش؟ يعني هسه مثل ما تشوفون هسه هذا قياس 29، هذا قياس 31، هذا الكرتون اللي هو هذا الموديل، خلينا نشوف هذا الكرتون، هذا الكرتون اللي هو هذا الموديل، وبعد اكو موديلات بالاسفل. بسم الله الرحمن الرحيم. كراتينها مرتبة وكلش حلوة البضاعة، هذا كلش حلو. ما ادري من زيني قال لي عندك احذية سوادات، مثل ما تشوفون اكثر شيء طلع عندي سوادات. هذا الكرتون واحد موديل وقياسات، يعني ممكن تكون القياسات كاملة، خلينا نلقي نظرة. 34 34 34 32 32، حلو، 32 34 35 34 مجموعة قياسات، يعني ممكن تكون يعني مكملة وليست كاملة. 35 هسه هذا كله الأسود ومجموعة قياسات اللي هو هذا الموديل، هذا اللي هو هذا الموديل 27 25 26، مثل ما توقعت كل كرتون واحد موديل واحد لون وقياسات شبه كاملة، يعني ممتاز جيد جدا. هسه هذا الكرتون اللي هو هذا الموديل الوردي، هذه هي كلها البضاعة 500 زوج بيع كل الكمية، هذه ألوانها وموديلاتها، هذا وكله مثل ما تشوفون في الشي توب، يعني هذه قطعة كلش قوية، يعني ممكن حتى تبيعها $20 $25، لأن أصلا هي هاي الأحذية تجي كلش غالية الماركات الأصلية. شوفوا شلون حلوة، ركز على شغلها، شايفينها بخير. السلام عليكم ورحمة الله.